يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من الخلاصه. والنهارده عندنا الحقيقه ملف جديد ومهم، لكن قبل ما اقول لكم ايه هو الملف خلوني اقول لكم شويه معلومات كده صغيره. المعلومات بتقول انه حسب الدراسات والاحصائيات الدوليه فانه العالم هيفقد 52% من الوظائف المتعارف عليها يعني خلال 10 سنين القادمه، والسبب هو السيطرة التكنولوجية على كل شيء، ومنها طبعا ما بنسمعه كل يوم من فكرة الارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وغيرها من الاساليب التكنولوجية الحديثة اللي هتخلق ثورة، او بالفعل احنا عايشين في هذه الثورة هتغير كل شيء. في المقابل كمان هيتخلق بعض الوظائف الجديدة المبنية على التكنولوجيات الحديثة، لكن اللي مش هيمتلك هذه المهارات التكنولوجية مش هيكون ليه مكان في هذا العالم الجديد وفي هذه الثورة الجديدة. ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده عشان احنا في مصر حسب احدى الاحصائيات في عام 2022 2,300,000 طالب في مصر، 2,300,000 طالب في مصر بينتموا للتعليم الفني بكل اشكاله. ومصر بتحتل المرتبة رقم 46 من 133 دولة في جودة التعليم الفني حسب إحصائيات صادرة في عام 2023. اللي مخضوب بقى من الرقم عايز أقوله إنه إحنا في عام 2022 كنا في المرتبة رقم 81، يعني حصل تطور كبير من 81 ل 46، مراكز كتيرة طبعا تخطيناها، لكن مش كفاية. عشان كده احنا هنناقش النهاردة مع حضراتكم موضوع حلقتنا بيصب في خانة التعليم الفني وفي صدارتها فكرة المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي مدارس المستقبل، مش بس المدارس لكن حقيقة كمان الجامعات التكنولوجية. ويمكن اللي بيتابع كمان النهاردة مع تشكيل حكومة جديدة في جمهورية مصر العربية النهاردة، فكان من اول تصريحات الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي اشارت وبشكل واضح الى انه من اولويات الفتره القادمه هي التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجيه. عندنا دلوقتي 10 جامعات على مستوى الجمهوريه، عايزين نضيف لهم 17 كما يقول الوزير، وتستهدف الدوله عشان نغطي كل محافظات جمهوريه مصر العربيه. خلونا نتابع مع حضراتكم ونشوف هذا التقرير ونرجع ليكم مره ثانيه. المدارس التكنولوجية التطبيقية نظام تعليمي جديد ومتميز بدأته الدولة المصرية عام 2018 بافتتاح أول 3 مدارس، من بينهم مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية. توجهت الدولة لافتتاح المزيد من تلك المدارس على مدار الأعوام الماضية لتدريس التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك ضمن جهود الحكومة لتوطين الصناعات الكبرى. ويعتمد نظام التعليم في المدارس التكنولوجية على تدريب الطلاب على أحدث الوسائل وقياس خبراتهم، تمهيداً لتشغيلهم بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين بعد التخرج. وتعمل المدارس التكنولوجية على توفير الوظائف لخريجيها بمرتبات مجزية، كما تتيح لهم استكمال التعليم الجامعي في الوقت ذاته. تستهدف تلك المدارس طلاب الشهادة الإعدادية، ويتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويشترط أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول التي تحددها الوزارة، مقابلة الشخصية والكشف الطبي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية حتى تصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب، ليصل عددها اليوم إلى 81 مدرسة تكنولوجية في 22 محافظة، يعمل من بينهم 76 مدرسة. زي ما شفت مع حضراتكم في توسع كبير في مجال انشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية والجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، والهدف منه هو ايجاد مسار ايجاد مسار جديد للتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، وتلافي بقى كل الميراث القديم
والرغبة أيضا في مواكبة العصر ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والثورة الجديدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. تعالوا نشوفوا انفوجراف مع حضراتكم عن أعداد المدارس التكنولوجية من 2018 ولغاية 2024، وبالتأكيد شهدت طفرة كبيرة جدا جدا. إذن أصبح لدينا أكثر من 81 مدرسة تكنولوجية وفي فترة وجيزة جدا جدا، مدعومة أيضا بعشر جامعات تكنولوجية والعدد مرشح للزيادة. هنتكلم عن فوائد المدارس اللي تم إنشائها، وهنفتح الملف ده بشكل تفصيلي وإزاي يؤثر في شكل التعليم ومستقبله في مصر. بعد الفاصل هنناقش ده بالتفصيل، وهينورنا الدكتور محمد وطني عضو المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ومدير مشروع تطوير الكليات التكنولوجية، والنائب أيضا علاء مصطفى عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ. بعد الفاصل نواصل فتح ملف المدارس والجامعات التكنولوجية في مصر. أنا بحرككم مرة تانية في الخلاصة، وهنفتح مع حضراتكم ملف التعليم التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل. وزي ما قلنا حضراتكم، يمكن الحكومة القادمة من أولوياتها، وزي ما قال وزير التعليم العالي النهاردة في أولى تصريحاته بعد حلفه لليمين، أنه الجامعات التكنولوجيا والتعليم الفني هي أولوية كبيرة جدا لدى الوزارة وفي خطة الدولة في الفترة القادمة. وبما ان احنا بنتكلم كمان عن طبعا التعليم الفني وتأهيل الشباب لمواكبة العصر، وزي ما حضراتكم عارفين احنا داخلين على ثورة كاملة هتغير من شكل وطبيعة الوظائف في العالم، فاللي مش هيتحضر كويس هيكون بره هذه الثورة. والهدف الاساسي والرئيسي اللي اعلنته الدولة المصرية من انشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس التطبيقية التكنولوجية هي النهوض بمستوى التعليم الفني في مصر وربطه بسوق العمل وتقديم الخبرات المناسبة. لكن ما زال بتواجهنا بعض التحديات، يمكن أبرزها هي صورة أيضا التعليم الفني والتعليم التكنولوجي لدى فئات كبيرة من الشعب المصري. والحاجة التانية غياب أحيانا المعلومات وكمان الصورة المثلى عن التعليم الفني في جمهورية مصر العربية،
ومستقبله اللي بدأ يتغير بإيجاد المدارس والجامعات التكنولوجية. عشان كده نفتح هذا الملف ونشجع الطلاب بقى المدارس الإعدادية اللي خلصوا امتحانات أو على وشك الدخول في مراحل جديدة إن هم يتبنوا مسار جديد لحياتهم ومستقبلهم. فاسمحوا لنا نرحب في هذه الفقرة هنناقش هذا الموضوع باستفاضة أكتر الدكتور محمد وطني، عضو المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ومدير مشروع تطوير الكليات التكنولوجية. أهلا بك دكتور منورنا. أهلا بحضرتك أستاذ. وسيادة النائب علاء مصطفى عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وهو كمان من الشباب، وده شيء يشجعنا جدا 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 عشان ندي برضو صورة مختلفة للشباب الصغير بقى اللي داخل مرحلة جديدة من حياته. أهلا بك سيادة النائب منورنا. أهلا بحضرتك. اولا مبروك حكومه جديده جمهوريه مصر العربيه مبروك علينا جميعا. ايوه اتمنى لك كل التوفيق. اكيد خطوه مهمه وبنقول كده لانه طبعا التعليم ويعني بناء الانسان عن طريق التعليم هي جزء رئيسي من خطه الدوله ومن طموح الدوله ومن التحديات امام الدوله. عشان كده هبدا معاك يا دكتور محمد، والنهارده عايزين اولا نفهم ايه الفرق ما بين التعليم الفني والتعليم التكنولوجي، هل هم مسارين مختلفين او سياقين مختلفين ولا واحد عبارة عن تطور لاخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بشكركم على الاستضافة الجميلة بتاعتكم دي. اهلا بك. وبنهنئ نفسنا صراحة بان الدكتور ايمن عاشور موجود في الوزارة واستكمال للشغل اللي بدأناه. احنا بدأنا من فترة مراحل لتطوير التعليم التكنولوجي وكان داعم كبير لينا صراحة، ما تأخرش علينا باي حاجة. هو اعلن النهارده ان دي اولوياته المرحله القادمه، وهو من ساعه ما جه الوزاره من ايام ما كان نائب وهو داعم للتعليم التكنولوجي. كل الاجراءات اللي بنتخذها هو بيدعمنا فيها، فاحنا سعداء بوجود الدكتور ايمن عاشور واستمرار والثقه اللي اولاد القياده السياسيه فيه. فان شاء الله يعني نستمر على نفس المنوال. يعني ارجع لسؤال حضرتك اللي هو الفرق بين التعليم الفني والتعليم التكنولوجي. التعليم الفني هو مجموعة من المهارات اللي بيكتسبها الطالب في المدارس الثانوية الفنية. مدارس ثانوية فنية يعني ثانوية زراعية، ثانوية تجارية، ثانوية فندقية، لمدة 3 سنين بيعتمد دايما على الشق الفني، حوالي مثلا من 60 لـ65% حاجات فنية، يعني تدريب وورش ومعامل، والجزء النظري في حدود 35%. وفي سنتين بعديهم كمان اللي هو ممكن نلاقيها موجودة في المدارس اللي هي 5 سنوات، بياخد سنتين إضافيتين، هي برضو تعليم فني استكمالا للتعليم الفني. ودول في زيهم في الجامعات التكنولوجية اللي هي أول سنتين في الجامعات التكنولوجية، لذلك هو بيتخرج بدبلوم اسمه دبلوم فني، بيبقى زي فني اول يعني هو درجته اعلى من الفني الخارج من الثانوي العام. فالفتره دي كلها هي فتره تاهيل فني، تاهيل ان الراجل يخرج يشتغل في سوق العمل، عنده خبرات، عنده مهارات مكتسبها، والعامل الاساسي هي كميه المهارات اللي اكتسبها من وجوده في ورشه او وجوده في مصنع او تدريبه في المعامل او ورش المدارس او الجامعات. لما بيدخل اخر سنتين في الجامعات التكنولوجيه هنا ده الشغل الكلمه ايه؟ ان هو بياخد جزء مهارات اضافيه، مهارات بتخرجه لسوق العمل. طبعا الراجل اللي بياخد 4 سنين بعد الثانويه العامه ده بيشتغل الوظيفه بتاعته، يدير مجموعه من الافراد، ينفذ بعض العمليات، فمحتاج مهارات اضافيه، مهارات نظريه. يعني هو بيكتسب بعض القدرات والحاجات النظريه اللي ترفع من مستواه بحيث ان هو يوصل للشكل ده. في التكنولوجي هو فني، بعد كده خد مجموعه من الدراسات لمده 2 سنين، الجانب النظري فيها زياده شويه. ده الاختلاف بين الاثنين. فالفني لحد بنسميه احنا عندنا بالليفل 3 اللي هو 3 سنين، ليفل 4 اللي هو 2 سنين بعد الـ3 سنين، ليفل 5 اللي هو خد بكالوريوس، ليفل 5 ده التكنولوجي. ليفل 3 وليفل 4 هو ده اللي هو اللي خريج تعليم فني. يعني التعليم الفني بيقف عند ليفل 4. وده موجود في 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 مؤسسات كتير. يعني في بعض المدارس هي 5 سنين مع بعض حته واحده، زي مدارس الدون بوسكو وزي المدارس الثانويه المتقدمه الـ5 سنوات، هو بياخد 5 سنين مره واحده. بس طبعا ده التوجه ده يعني بناء على توجهات من الوزارتين التربيه والتعليم والتعليم العالي،
بدأنا نوقفه بنقول لا الثلاثة لوحدهم والاثنين اللي بعديهم لوحدهم والاثنين اللي بعديهم لوحدهم، فبقى شكل التعليم الفني 3-2-2 يعني بقى شكل مختلف شوية. أمال إيه المدارس بقى التكنولوجية نفسها؟ دي الحاجة طبعا المدارس يعني نفسها هو طبعا يعني إيه وجود المدارس التكنولوجية التطبيقية صراحة يعني دي أنا بعتبرها إيه ثورة حقيقي بجد. امبارح كنت في أحد المدارس التكنولوجية التطبيقية اسمها مدارس تكنولوجية تطبيقية دولية، هو في عندنا نوعين من المدارس، في مدارس تكنولوجية تطبيقية وفي مدارس تكنولوجية تطبيقية دولية. أنا اللي شفته في المدارس، في المدرسة اللي كنت موجود فيها امبارح مدرسة التكنولوجية التطبيقية نماذج دي مدرسة تبع موبيكا اسمها مدرسة موبيكا للتكنولوجيا التطبيقية موجودة في 6 أكتوبر. حلو قوي، ده هيكون معانا كمان منها النهارده. كان نموذج صراحة اللي أنا شفته الأولاد الأولاد بيكتسبوا مهارات وبناء على لوائح اتعملت باحتراف. لوائح خدوا الجدارات الموجودة في دولة مثلا زي أمريكا الموجودة في الكليات المجتمعية أو ما شابه، وبدأوا يحاولوا يطبقوها في مصر. فمش بس الجدارات اللي بره اللي طوروا بيها اللوائح، لا التجهيزات اللي عندهم تجهيزات على اعلى مستوى. مدارس التكنولوجيا التطبيقيه والتكنولوجيا التطبيقيه الدوليه في شريك صناعي، ودي اكبر يعني اكبر مكسب للتعليم الفني هو وجود الشريك الصناعي. زي موبيكا كده كشركه كبيره، الشريك الصناعي بيشيل يعني عيب والعربي والسويدي كل الحاجات دي بيشيل عيب كبير عن الدوله. يعني التكنولوجيا التطبيقيه الدوليه ديت الشريك الصناعي بيوفر لهم تجهيزات وبيوفر لهم لبس وبيوفر لهم وسائل الترفيه وبيوفر لهم كل حاجه، بجانب ان الطلاب نفسهم بيتدربوا في الشركه. يعني هو لما بيجي من اول يوم، انا الطلاب اللي شفتهم كانوا طلاب سنه اولى ثانوي، المهارات اللي اكتسبوها في المدرسه دي مهارات عاليه قوي. يعني هم يعني مهارات ما اكتسبهاش طالب خد الثانويه العامه ولا خد دبلوم ولا مهارات مستوى عالي. فالمدارس التكنولوجيه التطبيقيه والمدارس التكنولوجيه التطبيقيه الدوليه هو نموذج، مش كده وبس، لا في عندنا نماذج ثانيه في اللي هي التعليم المزدوج اللي هو الدول سيستم. التعليم المزدوج ده برضه شكل من اشكال التعليم اللي موجوده للدوله. يعني ايه؟ يعني حصلت انفراجه كبيره في التعليم الفني. الانفراجه الكبيره دي منوط بيها هو رفع مستوى التعليم الفني، منوط بيها هو تغيير الصوره النمطيه لخريج الطالب بتاع التعليم الفني. ما بقاش المشكله دلوقتي لما يخرج طالب في الشارع يقول له انت خريج صنايع، مفيش حاجه اسمها خريج صنايع. طالب خريج التعليم الفني ده طالب على اعلى مستوى، بنخرج طالب على اعلى مستوى بحيث انه ينافس في السوق بره، منافس كمان في السوق العالمية. واستكمال ليه بقى طبعا نفس الكلام احنا ماشيين عليه، الكلام اللي هنكمله في الحديث بتاعنا اللي هو في الجامعات التكنولوجية. فاحنا موجود عندنا التعليم المزدوج اللي هو الدول سيستم، وعندنا التعليم المدارس التطبيقية التكنولوجية اللي فيها شريك صناعي، وبرضه في الدول سيستم في شريك بيدعم العملية التعليمية اللي هي هيئة ألمانية اللي هي الجي اي زد، تصرف برضه عليها، فده موجود. وفي التعليم اللي هو المدارس التطبيقيه الدوليه في شريك صناعي وفي شريك تاني دولي ان هو برضه بيدعم العمليه التعليميه. لازم احنا محتاجين شريك. التعليم الفني والتعليم الهندسي والتعليم التكنولوجي اكبر يعني ايه اكبر انواع التعليم اللي الانفاق عليها بيبقى عالي قوي. ميزانيه الانفاق عليها ميزانيه كبيره عشان التدريب العملي والتدريب والتجهيزات مكلفة. يعني احنا لما بنعمل تجهيزات لمعمل في وقت من الاوقات، المعمل ده حصل معانا مشكله في كده ان التجهيزات بتاعته مثلا قيمتها حوالي 150 مليون، لما حصل تغير في الدولار ال 150 بقى 450 مليون. فدي مشكله بتعمل لنا مشاكل. يعني ده زي ده ايه يعني حضرتك تدينا مثلا هو مش اسم المعمل. طبعا احنا كنا مجموعه من الايتمز مجموعه من الايتمز كانت فعملت لنا مشاكل. يعني فهي يعني الانفاق على المعامل والورش، الانفاق على التعليم الفني او التعليم التكنولوجي، الدوله لا تألو جهدا بانها تنفق على النوع ده من التعليم، لان ده المستقبل بتاع مصر. ماشي سياده النائب، انتوا طبعا خدتوا مناقشات كتيره في البرلمان المصري بشكل عام حوالين فكره تطوير التعليم، ومنها كانت جزئيه طبعا متعلقه بالتعليم الفني، وخطوا مرارا في هذه القصه. بس احنا لسه ما زلنا في مجتمع الثانويه العامه الى حد ما. يعني من وحي مناقشاتكم والافكار اللي تم طرحها داخل البرلمان، احنا ازاي او يعني ممكن نغير فكره التعليم الفني في مصر ونعمل له ثوره يعني بشكل كبير؟
طبعا بشكر حضراتكم على الاستضافه وسعيد وجودي مع دكتور محمد والكلام العظيم اللي اتقال على التعليم الفني. والحقيقه يمكن ملف التعليم الفني والتكنولوجي هو يعني احد اهم الملفات اللي تم نقاشها اكتر من مره في مجلس الشيوخ باشكال مختلفه، سواء كان في طلبات مناقشه عامه في الجلسات العامه او كمان في طلبات في اللجان لجنه التعليم والبحث العلمي بشكل خاص. والحقيقه يمكن استعرضنا كتير من مشاكل واليات تطوير التعليم ومدى التوسع في انشاء المدارس والشراكه اللي بتتم بين المدارس والقطاع الخاص، والحقيقه شفناها ان هي نموذج متميز للشراكه ما بين القطاع الخاص والحكومه في واحد من اهم انواع التعليم اللي الحقيقه نقلت دول. وانا مش ببالغ وانا بقول كده انه التعليم الفني وخروج فنيين متخصصين ومهنيين بجد نقل دول بشكل رائع جدا. واحنا يمكن كان عندنا على طول تحدي في النقطه اللي حضرتك ذكرتها وهي الصوره الذهنيه للتعليم الفني في مصر، واللي بتصور انه خلال الثلاث او اربع سنوات الماضيه تم تغيير هذه الصوره. واحنا النهارده يمكن دكتور محمد ياكد لي نسبيا يعني نسبيا بالتاكيد، ولكن لما يكون خريجي المدارس الاعدادي بدا يبقى واحد من اختياراتهم المدارس التكنولوجيه او مدارس الفنيه ايا كان بقى مستوى التقدم اللي ان شاء الله الطالب يعني ينتوي المضي قدما فيه، ولكن بقى واحد من الاختيارات رقم واحد. رقم اتنين، ويمكن الزملاء في وزاره التعليم التربيه والتعليم بعتوا لنا كذا مره احصائيات وارقام متعلقه بانه احنا لو محتاجين مدرسه فيها 100 طالب الحقيقه عدد المتقدمين على هذه المدارس بيتجاوز ال 2000 و 3000 طالب، وده مؤشر، ده مؤشر انه الاسره في المصريه الجامعات التكنولوجيه ده في المدارس كان مدارس ما بعد المرحله الاعداديه انه بدا يبقى. انا ما بحبش اقول تعليم بديل عن الثانويه العامه، ولكن هو مسار اخر ممكن الاسره تنتهجه لاولادها، انه يبقى بينظر اكتر لصناعه معينه او حرفه معينه ويبدا ياخد فيها تعليم فني متقدم. فمؤشر انه نسبه التقديم على المدارس تتجاوز ال 20 او 200% و 300% اتوقع ده رقم يجب ان اتوقف امامه، بيدل على انه بدا يبقى في انتباه وتيقظ لفكره اهميه هذا النوع من التعليم. وارجع تاني فكره الشراكه الحقيقه، لان انا هنا شايف انه ده نموذج يعني طالما نادينا بيه وكتير اتكلموا عنه، ولكن احنا قدام حقائق، قدامنا عدد من المدارس التكنولوجيه بتتم بالشراكه مع منشات صناعيه وشركات ومصانع كبرى، يمكن اتذكر بعض من اسمائها اثناء حديث الدكتور محمد. والحقيقه احنا في لجنه التعليم كان ليها شرف زورنا احد المدارس ونزلنا عملنا زياره ميدانيه بالفعل. شفتوا انتوا بشكل شخصي او حتى في صيغه جاي من البرلمان بالظبط؟ احنا يعني يمكن في اطار المناقشات نزلنا زورنا هيكل جامعه تكنولوجيه في في الـ في الـ في المنوفيه، وشفنا الحقيقه ربطها بفكره ثمانوت المصانع. لا كانت في شبين دلتا، لا كانت في شبين في المنوفيه، ويمكن كانت بجوار مجموعه العربي مصانع العرب. هي كانت الحقيقه مرتبطه بشكل او باخر بالنوع ده من الصناعه. وهنا الحقيقه اهميه الشراكه في ايه؟ لانه حضرتك بتنتقل من فكره التعليم لمجرد التعليم، وان كان ده شيء مهم لاكساب المعرفه والمهارات وغيره، ولكن التعليم من اجل التوظيف. فالنهارده لما يكون في مدرسه بتنشا ملحقه بمصنع ملحقه بمنشاه صناعيه، بشكل او باخر انا ضمنت اولا تدريب عملي فني حقيقي واقعي مش نظري فقط للطلبه دول، ده رقم واحد. رقم اثنين، المتميزين فيهم، والحقيقه وده اللي بنشوف انه بيبدا تعيين بشكل يمكن شبه مباشر بعد تخرجهم سواء كان في المرحله الاولى او الثانيه في هذه المصانع. فالنهارده الرابطه دي في وجهه نظري عملت اللي على طول كنا في مصر بالنادي بيه، وهو ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ربط مخرجات التعليم باللي محتاجاه الشركات والمصانع لسد الفجوه اللي عانينا منها الحقيقه على مدار السنين الماضيه في فكره انه بنخرج مخرج التعليم سواء كان ما قبل الجامعي او حتى الجامعي في فجوه دائما وابدا ما بينه وما بين المطلوب في السوق، وبالتالي كل المنشات والشركات والمصانع بيقول لك انا محتاج، ولكن القماشه اللي خارجه من منظومه التعليم تحتاج الكثير من الاعداد وفي صعوبه في تاهيلها في مراحل سابقه. ولكن النهارده احنا قدام تجربه ضمنت ده، شفنا قماش خرج من ده، وبالتالي اي حد يعني بيهمه منظومه التعليم في مصر هيدعو وهيدعم وهيساند توسيع التجربه دي والتوسع في انشاء العديد من المدارس. ويمكن النقطه الاهم هي استكمال المسار ده في الكليات التكنولوجيه والجامعات التكنولوجيه، لانه لو انا طالب
اخدت كل المسارات في التعليم التكنولوجي ما قبل الجامعي، وارغب في استكمال دراسات عليا سواء كان بالحصول على دبلوم او بكالوريوس او حتى ماجستير ودكتوراه، وكل المسارات دي مفتوحه امام الطلبه. اتوقع عدد الجامعات التكنولوجيه الموجوده حاليا بتقول انه الرؤية موجودة على مستوى الدولة المصرية، وانا هنا لازم اشير مرة تانية انه دي مش رؤية وزارة بعينها، ولكن هي رؤية الدولة بتتكامل فيها الوزارات، سواء كان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني او وزارة التعليم والبحث العلمي او حتى وزارة الصناعة، لان في شراكات بتتم الحقيقة ما بين الوزارات الثلاثة لدعم النوع ده من التعليم. ناقشتوا ازاي نقدر نغير الصورة المجتمعية؟ ده كان احد مثلا الاركان عمليه التغير والتحويل الحقيقه ده كان واحد من النقاشات. يمكن كان عندنا طلب مناقشه عامه اتناقش وعلى يعني في جلسه، وكل الحقيقه الزملاء النواب اشتركوا فيها جزء من تغيير الصوره الذهنيه، وده انا سعيد انه تم، انه بدات اولياء الامور وحتى الطلبه يبصوا مش لفكره الشهاده على قد ما فكره هي مسار العمل بعد كده. والنهارده بدا يبقى فيه جزء من المسارات ما بعد الدراسه، بدأ الناس مش بس تبص على المصانع والشركات، بدأوا يبصوا كمان على مسار ريادة الأعمال وإنشاء شركات ناشئة ومشروعات صغيرة ومتوسطة قايمة على الحرف المهنية. جزئية مهمة جدا، وده اللي بندعو ليه، إنه أحد المسارات الهامة جدا ما بعد التعليم التكنولوجي مش الوظيفة فقط، ولكن كمان إنك تقدر تكون بتنشئ شركتك الخاصة أو مشروعك الصغير. وهنا نبدأ ندخل معنا شركاء آخرين، سواء كان جهاز تنمية المشروعات أو الوزارات المختلفة المعنية بهذا الأمر، سواء تجارة وصناعة أو اتصالات تكنولوجيا معلومات أو غيره، في إزاي ندعم الشباب ده إنه يؤسس شركته، لأنه هنا محتاجين نوع آخر من التعلم، وهو كيفية تأسيس الشركات وإدارة فرق العمل والتعامل مع العملاء وبيع المنتجات، ويمكن بعض المهارات. كلام مهم جدا دكتور. هو ده وارد من خلال منظومة التعليم التكنولوجي في مصر؟ هو ده موجود فعلا بالفعل، ريادة الأعمال ومشاريع الطلاب بتتبناها مؤسسات ده من صناعية ولا بيخشوا في الجامعة في الجامعات التكنولوجية. احنا عندنا في بعض المشاريع الابتكارية اللي عملها الطلاب، وبتيجي بعض الشركات اللي بتشوف المشاريع بتاعت الطلاب دي، ولو لقيت المشروع ده ناجح وبيحقق المطلوب منه ممكن يدعم ويخرج للنور ويبقى شركة صغيرة بشراكة بين الطالب والمؤسسة الصناعية. فده حل موجود واحنا شغالين عليه. يعني الحاجة دي موجودة فعلا. وكنت عايز بس أكمل على كلام سيادة النائب، موضوع التربية والتعليم والتعليم العالي، التعليم الفني الثلاث سنوات والاستكمال بتاعه في السنوات الثانية اللي في الجامعات التكنولوجية، كانت أكبر مشكلة. واللي مشكلة دي بدأنا نعالجها من فترة. معلش عشان في بس نقطة هنا بتلخبط. ثلاث سنوات التعليم الفني صح؟ ده لو دخلت تعليم فني ما قبل الجامعي. ما قبل الجامعي. وبرضو المدارس التكنولوجية ثلاث سنوات. المدارس التكنولوجية ثلاث سنوات تعليم فني. ما هي بالزبط. مدارس ما فيهاش تغيير في عدد السنين. لا ثلاث سنوات. هي نفس عدد السنين. ما دي نقطة مهمة. ده انا هقول لها هقف عندها دي مهمة. عشان بس دي بتلخبط. لان التعليم احنا لو قلنا التعليم فني من شوية، انا قلت التعليم فني هو التعليم الثانوي الزراعي والثانوي التجاري والثانوي الصناعي. الثانوي الصناعي اللي هو الطلاب بيشتغلوا في ورش وتخصصات صناعية زي الميكاترونكس وزي الاوتوترونكس وزي الكهرباء وزي السيارات، دي كلها اسمها تخصصات صناعية. وقلت انا بعد كده ان في بعض المدارس فيها سنتين زياده. السنتين الزياده دي بعض المدارس مش كل المدارس، اللي هي بيسموها مدارس الخمس سنوات، وده نظام بدا يوقفوه ويخلوا السنتين دول هي ايه، هي مسؤوليه التعليم العالي او شراكه بين التعليم العالي والتربيه والتعليم. بس انا اقف عند نقطه هنا، ان كان الشغل في التعليم الفني والتعليم التكنولوجي في جاب موجوده بين الاثنين في الفتره بقى من فتره ماضيه، يعني مش هقول السنه اللي فاتت ولا قبل كده يعني. وكان بتوجه من الوزارتين تربيه والتعليم فكان توجه من الوزارتين ان احنا نعمل انتجريشن بيننا وبينهم، بين التعليم العالي وبين التربيه والتعليم، عشان نقفل الجاب دي. الجاب دي كان سببها وجود مثلا من احد الاسباب اللي هي وجود السنتين بعد الثانوية العامة او بعد الثلاث سنين اللي هي المدارس الخمس سنين. وده اضطرينا نعمل فيه نشكل لجنة من خبراء موجودين في وزارة التعليم العالي،
يعملوا عملية تطوير للمنظومة بحيث ان احنا نحل مشكلة السنتين دول، بحيث ان زي ما قلت لك ان يبقى شكل التعليم ما فيش حاجة اسمها 5 سنين، شكل التعليم حاجة اسمها 3 سنين وتنتهي، وفي حاجة اسمها سنتين دي ترجع لوزارة التعليم العالي، وسنتين تانيين يعني 3 2 2 تمشي بالشكل ده. سنتين الاولانيين دول بتوع احنا قلنا في التعليم العالي في الجامعات التكنولوجية 2+2 هم دول الاثنين اللي انا بتكلم عليهم الاولانيين في الجامعات. في الجامعات يعني 4 سنين عادي، 4 سنين بس بيمشوا بالسيكونس 2+2 يعني ناخد 2 ويتخرج. يتخرج كده نرجع لرغبة الطالب، لو عايز يكمل ياخد 2 بشهادة مش كده وبس، لا ده ممكن ياخد 2 ويروح يشتغل سنتين 3 ويرجع يكمل عندنا الاثنين. يعني هي مش 4 سنين، هي 2+2 يعني 2 شهادة. فنرجع الحته بقى عشان الحته دي بتلخبط جدا. لا نرجع بس الحته 3+2+2 دي مهمه قوي، ان الثلاثه دول مرتبطين بالاثنين اللي بعديهم ومرتبطين بالاثنين اللي بعديهم. لما اجي ابص على الصوره كامله كده بالنسبه للتعليم في مصر في التربيه والتعليم، في عندنا المدارس اللي هي الثانوي والصناعي العاديه، ودي مدارس يعني فقيره نوعا ما. يعني مش فقيره ايه يعني هو في تجهيزات بس مش هتاخد الاهتمام بالشكل الموجود في المدارس التكنولوجيه او التكنولوجيه الدوليه تعبت. او المدارس بتاعه المتميزه او الدول سيستم مش نفس الشكل، وتعبت مع الزمن زي لا هي مش تعبت، هي موجوده بس هي محتاجه ايه يعني شكل معين من الرعاية. شكل معين من الرعاية. يعني هم لو قلنا المدارس اللي هي التكنولوجيه التطبيقيه والمدارس التكنولوجيه الدوليه، المدارس دي تمثل ما تمثلش 1% من عدد المدارس في جمهورية مصر العربية. يعني انت حضرتك قلت في المقدمة عندنا 2.3 مليون طالب في التعليم الصناعي، برقم كبير قوي. لكن هل ده الموجود في المدارس التكنولوجية التطبيقية ولا الدولية؟ لا، عدد بسيط يعني أنا ما حصلش 1% أو 1 برقم، لا 84% في المية حاجة كده يعني من الاثنين وثلاثة من الرقم الكبير، من رقم الاثنين وثلاثة فرقم صغير قوي. رقم صغير بس هي الشريحة دي، الشريحة الصغيرة دي ممكن تعمل هي اللي هتعمل الشكل، هي اللي هتغير الصورة الذهنية زي ما قال سيادة النائب، وهي اللي هتعمل الشغل ده. بس المشكلة بقى اللي هنا نقع في ايه، احنا عندنا في الجامعات التكنولوجية بنقبل خريج التعليم الفني بنسبة حوالي من 75 من 70 ل 80% من عدد الطلاب، والباقي بنكملهم من الثانوي العام. هنا نيجي بقى مشكلة، ان يجي طالب عندي جاي من المدارس الثانوية الصناعية العادية، ويجي عندي التاني طالب جاي من الثانوية التطبيقية الدولية او الثانوية التطبيقية، تلاقي فيه فرق شاسع بين الاثنين مش كده وبس، في المستوى وفي الحاجات اللي اتعلمها الخبرات اللي اتعلمها. فلما تيجي في الجامعة كمان حتى بعض المقررات اللي بياخدها ممكن يكون خدها قبل كده، فانت بتضيع وقت وجهد وهو حاجات خدها قبل كده. فبدأنا نعمل شراكة مع كتعليم عالي مع المدارس دي، بنحاول نربط الجاب دي، نحل المشكلة ديت، ان احنا لا هنشوف الثلاثة اللي هم خدوهم في المدارس التكنولوجية التطبيقية ايه المناسب ليهم في نفس التراك في نفس المسار، ان لما يدخل عندنا يمشي على نفس النمط يكمل ما يضيعش منه وقت ولا يضيع منه ساعات ولا يضيع، بالعكس يخرج على مستوى ايه، مستوى اعلى. فاحنا في الوقت الحالي بنحاول نقفل الجاب دي، وان احنا نعمل تعاون بيننا وبين وزارة التربية والتعليم علشان نعمل النموذج بتاع 3-2-2 يبقى نموذج متكامل لكل كل التعليم. طبعا احنا عندنا من الشكل من الاشكال من الاشكال الموجوده في الكلية التكنولوجية العسكرية هي 4 سنوات هي زيها زي الكليه الجامعات التكنولوجيه اللي عندنا 2+2 واخد بال حضرتك، بس دي برضه مرتبطه باللي قبلها، باللي بيجي قبلها، اللي بيدخل قبلها لازم نربطهم مع بعض. خلاص هنكمل كمان المحاور دي، بس اسمحوا لنا نروح فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، وهننزل الشارع كمان نشوف برضه هل الناس بدات تستوعب فكره المدارس والجامعات التكنولوجيه، او على الاقل يكون في فكر اخر أو وعي جديد بالتعليم الفني وضرورته وأهميته في مصر بعد الفصل. <تصفيق>
لو رجع بيك الزمن ممكن تدخل مدارس فنية تكنولوجية ولا هتدخل برضو ثانوي عام؟ لا ثانوي عام، بفهمش في التكنولوجيا. لو في وقتنا ان كانت المدارس التكنولوجية لها صيتها والناس عارفة قيمتها كنت هدخلها طبعا، بسبب ان هي حاليا تمام مجالاتها واسعة كشغل وكتكنولوجيا، خاصة ان احنا في وقت تمام اعتماده كله يعتبر على التكنولوجيا. فالثانوية عامة يعني بتكون صعبة، بس فعلا بتأسس الواحد كأساس صح انه يكمل حاجة معي حلوة بعد كده. لا فنية تكنولوجية، شايفة ان هي افيد من الثانوية العامة بصراحة. دخلت ثانوي عام بعد الاعدادي، دخلت الثانوي عام وما كملتش، من اول سنة خرجت دخلت سياحة وفنادق. أخش تكنولوجيا أهم بكتير، يعني هي اللي نفع دلوقتي، هي اللي زي ما أنت شايف كل حاجة دلوقتي عن طريق الكمبيوتر عن طريق التكنولوجيا. أتوقع أخش تكنولوجيا أسهل، على أساس أمسك لي شغلانة بالمرة وأشتغل وخلاص. لا مدارس فنية تكنولوجيا طبعا، لأن دي عملية وفيها شغل على طول وعملية وكده. هل تشجع أولادك يدخلوا مدارس فنية تكنولوجيا ولا برضو هتخليهم يدخلوا ثانوي عام؟ لا اكيد هشجعهم ياخدوا يخشوا المدارس التكنولوجيه، بحس ان هي مجالها اوسع وبيبقى فيها ادراك، وبالذات الاطفال اللي دماغهم شغاله بيدوا فيها اكتر. يعني اكيد يعني المكان اللي بيتعلم فيه هيوفر له عمل بعدها، يعني يتخرج منها يضمن انه هيشتغل. لا تكنولوجيا علشان الثانويه العامه ما حدش بقى بيقدر عليها دلوقتي. يعني هي المدارس التكنولوجية أفضل وأحسن، ليه؟ يعني المستقبل ليها، المستقبل هيكون فيها بالظبط. ليه؟ لأن دلوقتي العالم كله اتجه للصناعة وكده يعني والتكنولوجيا. شايف إن سوق العمل دلوقتي بقى عايز طلاب في كليات عملية ولا طلاب معاهم حرفة وأدوات مناسبة لسوق العمل؟ طبعا هو كليات عملية بتكون أفضل، لأنه بيدرس المهنة عن طريق شكل أكاديمي أكتر، ويكون فيه يعني خبرة واتقان للعمل أكتر. البلد زي ما محتاجة دكتور محتاجة حرفيين برضك، ما ينفعش المجتمع هيقوم على بند واحد، لازم يبقى فيه توازي بين هنا وبين هنا. وسوق العمل دلوقتي اختلف شوية عن زمان، زمان كان بيحتاج الكليات النظرية أكتر، دلوقتي بقى فيه حاجات مجالات جديدة وتوجهات جديدة زي الارتفيشل الذكاء الصناعي، ده بيحتاج حاجات براكتيكال أكتر، في ناس برمجيات والآي تي والحاجات دي أكتر. تعليم التكنولوجي هو تعليم محترم جدا جدا جدا، بس يا رب يطبق بشكل جيد، بمعنى ان يبقى فيه تعليم داخل المصانع، تعليم داخل المزارع، تعليم داخل، ما يبقاش الولد واخد مثلا دبلوم صناعه مثلا قسم لحام ما يعرفش يلحم، قسم نجار ما يعرفش يشتغل نجاره. سيادة النائب برضو يعني الناس بدأت تاخد فكرة، بس يعني لكن لسه محتاجين أشواط. صحيح. التعليم الفني والتكنولوجيا ممكن يودينا فين في مصر؟ يعني أنا عايز أعلق يمكن على التقرير، زي ما حضرتك قلت الناس فعلا بدأت يبقى عندها فكرة بسيطة، ولكن أنا لا أزعم إنه الشعب المصري بقى فاهم يعني إيه تعليم تكنولوجي زي ما هو عارف تفصيلاً يعني ثانوي عام. بالظبط. طبعاً بالزبط. الفرق كبير، ثانوي عام إرث كبير يعني على مدار السنين الناس بتعيشه، ولكن أنا بشوف إنه دور مهم على الإعلام زي ما حضراتكم بتعملوا. كبير، وكل سنة بنقعد نقول شبح الثانوية العامة. كل سنة. كل من سنة طفل بشبح الثانوية العامة. صحيح. من وأنا طفل وإحنا بنقول. يعني محاولات عديدة الحقيقة لتطوير المنظومة، ولكن فكرة وجود مسار آخر نقدر نكون بنقدمه لأهالينا أتوقع ده مهم جدا. ولكن هي أرجع تاني فكرة تسويق المدارس التكنولوجية، أتوقع أنه ملف التسويق على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، تسويق الإنجازات اللي بتتم مش بس من ناحية عدد المدارس تم إنشائها، ولكن أهم حاجة وده اللي هيطمن أهالينا هو المخرج من المدرسة. أنا لما أقول خرجت عدد كذا اشتغل منه كذا في أماكن مرموقة وحصلوا على رواتب شكلها كذا، ده اللي هيشجع الأسرة المصرية على أنها تودي ابنها للمدارس التكنولوجية. الحاجة التانية والأهم بالنسبة لي هي فكرة الاستدامة، لأنه أخشى ما أخشى أنه يبقى المدارس التكنولوجية ترند لعدد من السنوات 4-5 سنوات لنقص التمويل أو نقص الرعاية أو نقص الاهتمام، كل الاستثمارات اللي تمت فيها ما نلاقيهاش بعد عدد من السنوات لأنه ما استمرناش فيها، وبالتالي ده ملف مهم جدا أتوقع محتاجين نتكلم فيه. أو زي ما حصل التعليم الفني كان فيه مشروعات برضو عايدة
انا فاكر مباراه كول زمان ومش عارف ايه وبعد كده استدامة مهمه لان ده جزء من ضماننا للنوع ده من التعليم لاولياء الامور انه هدخل ابني مدرسه هي ده مشروع دوله ده مش مجرد عدم المدارس او مبادره من احد الوزارات وبالتالي الاستدامه هنا ضروريه جدا ودي كانت احد النقاط اللي تم مناقشتها في مجلس الشيوخ والحقيقه كان الاقتراحات كلها بتصب على الاشراك المجتمع المدني في تمويل النوع ده من المدارس والنوع ده من التعليم دي حاجه. الحاجه الثانيه انا النهارده عندي قطاع خاص بيعمل لي خدمه زي ما الدكتور قال هو بيشيل عن كاهل الدوله جزء كبير من البنيه التحتيه اللي محتاجينها وتجهيزات المعامل وغيره. النهارده لازم يوجه ليه حوافز خاصه دعما للي بيعمله في مجال التعليم الفني وبالتالي هنا يبقى اوجدنا الشراكه او زي ما بيسموها الوين وين سيتويشن. المنشأة الصناعية أو الشركة أو المصنع مستفيد وأيضا بيفيد الدولة المصرية في تعزيز النوع ده من التعليم. فالحقيقة لازم ننظر له أنه مشروع قومي على مستوى الدولة المصرية وليس نوع من التعليم نحاول نوجد له أرضية وخلاص. ده رقم واحد. رقم اتنين الإعلام عليه دور وحضراتكم مشكورين أنكم يعني مستمرين في إلقاء الضوء على النوع ده من التعليم ولكن يعني بشد على إيد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في ابراز النماذج الايجابيه والنجاحات اللي تمت في النوع ده من التعليم عشان توصل ليه. تعالى معانا المنازل تعالى مع حضرتك نشوف نموذج. يلا بينا. شاب اتفضل. شاب اهو دارس في طبعا خلونا نرحب بحضراتكم بمحمد صلاح وهو خريج مدرسه وي للتكنولوجيا التطبيقيه وطالب بجامعه 6 اكتوبر التكنولوجيه. اهلا بيك يا استاذ محمد منور. اهلا بحضرتك يا استاذ. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. حضرتك طيب. عايزك تحكي لي انت ازاي قررت تخش مسار التعليم التكنولوجي ويعني من اول ما خلصت اعدادي ايه اللي جه في ذهنك عشان تخش المسار ده من التعليم الفني والتكنولوجي؟ تمام. هو الموضوع في البدايه كان راجع ان انا وانا صغير كنت حابب المجالات اللي بدرس برمجه والشبكات والحاجات دي. لما خلصت ثالثه اعدادي بدات ادور على مدارس بتدي المناهج دي. لقيت قدامي المدارس التكنولوجيه وكانت المشكله بالنسبه لي ان انا كنت اول دفعه تدخل المدرسه دي فاعتمدت بشكل مباشر على الخلفيه بتاعت المصريه للاتصالات اللي هي الشريك الصناعي بتاع مدرسه وي. انت كنت اول دفعه ها؟ بالظبط. دي خطوه جريئه منك جدا برافو عليك يعني. طب ايه اللي ما خلاكش تفكر في الثانويه العامه؟ يعني ليه حسيت انه ده مسار مختلف؟ يعني اللي خلاني ما افكرش في الثانويه العامه ان طبعا يعني بناء على التحول الرقمي اللي الدوله حاليا داخله فيه يعني كنت حابب اكتر ان انا اشتغل في المجال اللي يخدم التحول الرقمي. وفي نفس الوقت دراسه عمليه تديك يعني انت طموحك ايه من خلال طبعا المسار ده؟ انت دلوقتي في جامعه اكتوبر جامعه 6 اكتوبر التكنولوجيه بتدرسوا ايه مثلا دلوقتي برضو عشان الناس تتخيل معانا واللي عايز يخش برضو يبقى عنده فكره ولو بسيطه. احنا في جامعه اكتوبر انا بالنسبه لي انا تخصص اي تي. المناهج اللي احنا بندرسها مشابهه بنسبه كبيره المناهج اللي احنا كنا بندرسها في المدارس التكنولوجيه زي مثلا السوفت وير ديفلوبمنت سواء كان ويب ديزاين او عندنا داتا بيز او حتى الشبكات برضو. هايل جدا. هل حاسس ان سوق العمل بالنسبه لك احسن من مثلا لو كنت خدت مسار تاني؟ هو اكيد طبعا هو بالنسبه لي احسن طبعا بناء على الخبره اللي انا اكتسبتها في مدرسه وي. احنا كنا بننزل تدريبات مع الشريك الصناعي وكان بيتوفر لنا تدريبات من شركات كبيره زي سامسونج وسيسكو. طبعا يعني اتدربت مع ده هي اسماء كبيره كلها. بالظبط. طبعا مع الاختلاط معاها طبعا قدرنا ان احنا نعرف سوق العمل بيكون ماشي ازاي. هاي يا محمد انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا. استاذ محمد صلاح خريج مدرسه وي للتكنولوجيا التطبيقيه وطالب بجامعه 6 اكتوبر التكنولوجيه وزي ما حضراتكم سمعتوا هو من المدرسه وكان اول دفعه وهو يعني بيدرس كل المناهج الحديثه واتدرب الاهم من ده في سامسونج وشركات كبيره. يمكن انت لو في مسار التعليم العادي كان صعب عليك حتى في الجامعه يعني ان انت تلاقي انترنشيب او انترنشيب او فرصه للتدريب حتى. فده شيء كويس جدا. لو ممكن اخد كلمه من حضراتكم قبل ما اتفضل. انا محمد. انا كان ليا فرصه ان انا زرت جامعه 6 اكتوبر. لينا زيارات متعدده هناك في كل الجامعات التكنولوجيه فكان هو وزميل لي شفتهم عاملين مشروع سياره صغيره كده زي السيارات بتاعه فيها عاملين عليها شغل كنترول
صراحة الشغل المعمول فيها أنا من رؤيتي أنا يفوق اللي بيعمله الطلبة في كليات الهندسة. مش طالب لسه خارج من مدرسة وي ده الكلام ده السنة اللي فاتت وداخل لسه الجامعة التكنولوجية في سنة أولى. طلاب على مستوى عالي قوي طبعا. الإعداد بتاع الطالب ده هو خده في وي في المدرسة التكنولوجية التطبيقية في الأول. وإحنا في الجامعات التكنولوجية هي بيئة خصبة لاستكمال اللي اتعلمه والتطبيق عليه ويرفع من مستواه وفي النهاية ياخد شهادة بكالوريوس يعني ياخد 2+2 والشهادة الواجهة اللي بيدور عليها الناس في الآخر بيقول لك أنا عايز إيه؟ عايز شهادة. لكن هو شهادة ومؤهل تأهيل إيه؟ تأهيل عالي. مع شركات كبيرة اشتغل يعني والحد سامسونج مش يعني دي فرص كبيرة جدا والحد دلوقتي في الجامعات التكنولوجية إحنا بنوفر شراكات مع شركات كبيرة فعلا وعاملين بروتوكولات تعاون في كافة التخصصات للطلاب بتوع الجامعات ده في المدارس والجامعات ده والجامعات لازم صح؟ جامعات معمول ده حاجة أساسية بس الجامعات غير المدارس. الجامعات في الوقت الحالي إحنا بنوفر شراكات مع وجود إن الجامعة هي الراعي الأساسي للطالب يعني الطالب عندنا والطالب عندنا بعلمه زي كل جامعة لكن في النهاية أنا ممكن أوفر له تدريب في شركة من الشركات المرموقة بعد ما أعمل بروتوكول تعاون معه يروح يتدرب عندها لكن هي مش شريك معايا في الطالب. مفهوم. في المدارس التكنولوجية لا ده شريك أساسي يعني هو يعني بيجي مثلا شخص يمثل شركة من الشركات قاعد هو مع مدير المدرسة هو زيه زي مدير المدرسة بيديرها من ناحية الفنية وشريك موجود وبيشوف كل طلباتها وكل لكن في الجامعة ما تمش الموضوع ده لكن ده هنعمله ده من الحاجات احنا لا عملنا حاجة من الحاجات اللي اتخذناها في المجلس الأعلى للتعليم والتكنولوجي ان اي برنامج جديد هيتفتح لازم يكون اللي عايز يفتح البرنامج يكون جايب معاه شريك صناعي زي موجود في المدارس التطبيقية. الشريك الصناعي ده يشيل عننا تجهيزات يشيل عننا تدريب يشيل عننا حاجات كتير مفهوم. ويشاركنا في اعداد الخريج يعني ايه شاركنا يعني انا لما انت عايز حد يشتغل عندك ايه المواصفات اللي انت عايزها فيه محتاج يتدرب على ايه محتاج يتدرب على طب لان وقتنا خلاص كلمه اخيره ست النائب يعني الحقيقه انا باكد مره تانية ان المدارس التكنولوجيه التطبيقيه في مصر هي نموذج متميز هي بالشراكه ما بين التعليم بشكل عام والحكومه والقطاع الخاص ده رقم واحد. رقم اثنين كل الشكر للشركاء الصناعه اللي هي بيعملوا دور وطني في تطوير النوع ده من التعليم. رسالتي للاسره المصريه في النهايه ده مسار مهم جدا. النهارده التكنولوجيات الحديثه بقت جزء من كل الصناعات في كل القطاعات. اي حد ما بيتعلمش التكنولوجيا وبيضمنها جوه عمله ايا كان مجال العمل الحقيقه هيكون بيفقد فرص كبيره في المستقبل. عندنا زي ما حضرتك قلت في المقدمه عدد كبير من الوظائف قابلة للانتهاء في لحظة من اللحظات وبالتالي الاعتماد على التكنولوجيا شيء مهم جدا. دعم شركاء الصناعة في انشاء المزيد من المدارس ده مهم جدا. واخيرا رسالة للطلبة الوظيفة مسار ولكن ايضا ريادة الاعمال ومشروعات صغيرة وانشاء شركتك الخاصة ده مسار اخر. بالضبط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب علاء مصطفى عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ودكتور محمد وطني عضو المجلس الاعلى للتعليم والتكنولوجيا ومدير مشروع تطوير كلية التكنولوجيا. بشكركم شكرا جزيلا. والخلاصة خطونا خطوات مهمة في مجال تغيير التعليم الفني وتغيير وقعه في مصر لكن ينقصنا مزيد من الوعي ومزيد من العمل عشان نقدر ناخد خطوات أسرع لبناء مستقبل أصبح يعني فرض نفسه بثورة جديدة اللي مش هيواكبها هيخرج بره الزمن. بشكر حضراتكم. بكرة حلقة جديدة من الخلاصة.